صالون توجيهي للحاصلين على شهادة البكالوريا منظم من قبل الاتحاد العام للطلاب الموريتانيين بحضور ممثلين عن وزارة التعليم العالي وجمع من منتسبيه. الأمير العام للاتحاد أثنى على فكرة الصالون التوجيهي سنوي، مؤكدا أن الاتحاد العام أول من أقامه. وحامد أنا المولانا لأني أمين عام نقابة سنة سنة حسنة كي تعرفوا، وهاي السنة الحسنة اللي سنت هي لأنها بدء مؤخرا النقابات الطلابية يحذو حذونا ويعدلوا صالون التوجيهي للطلاب اللي ناجحين في البكالوريا. ممثل الاتحاد العام في الخارج أثنوا على الناجحين في البكالوريا لكونهم تجاوزوا مرحلة مهمة في مسارهم الدراسي، معربين عن استعدادهم لمساعدة الراغبين منهم في الدراسة الجامعية خارج البلاد. نهنئهم على هذا الإنجاز العظيم وتمنى لهم التوفيق ونقول لهم قطعوا مرحلة مهمة من التعليم الثانوي للتعليم العالي. وأي حد منكم عنده أي استشكال والله تفسير والله استفسار من ناحية التسجيل ومن ناحية التخصصات المتواجدة ومن ناحية المدن التركية، أي شيء اللي تبغوا تستفسروا عنه نحن متواجدين معاكم اليوم نهار تام من 9 مع صباح إلى 2 القايلة نحن متواجدين معاكم. ياك نجاوبوا على أسئلتكم واستفساراتكم كاملين. وشهدت التظاهرة مداخلات أشادت بما أسداه الاتحاد من خدمات للطلاب ووقوفه مع قضاياهم، سواء ما تعلق ذلك بزيادة المنح والتحسين من خدمات النقل الجامعي والسكن والمكتبات. وتم على هامش التظاهرة توزيع إفادات وتكريمات على المتفوقين في شعب البكالوريا العلمية والأدبية العام الدراسي المنصرم.